إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. بهذا البيت الرائع أبدأ الدفاع عن موكلي، رغم إن موكلي يا سادة ليس بحاجة للدفاع، بل إنني رفضت تقاضي أي أتعاب في هذه القضية ليقيني بأن أي مليم سوف يدخل جيبي سيكون حراماً. وسأوضح لحضراتكم إن كل أوراق القضية غير منطقية، وأدلة الاتهام التي ساقتها النيابة أدلة وهي مجرد كلام مرسل أونطة، يعني سواء تهمة القتل العمد أو التهمة الأخرى الخاصة بالإتجار بالمواد المخدرة والتي انساقت فيها النيابة وراء محضر فاسد الإجراءات ومخالف لكل القوانين والأعراف مما يهدمها جميعاً ويجعلها غير ذات موضوع. يا أستاذ ادخل في الموضوع لو سمحت. سيد القاضي، حضرات المستشارين، احنا فعلاً جوه الموضوع، وأنا أوجه كلامي لعدالتكم، لعدالة منصتكم، للرأي العام، للشارع، لمصر كلها. يا أستاذ احنا هنا في محكمة مش على الهواء. سيد القاضي، حضرات المستشارين، احنا فعلاً جوه المحكمة. خميس أبو سنة الشهير بأفندينا سليل عائلة كريمة عاشت تجاهد في خدمة هذا الوطن، أصحاب مصنع كبير المعسل، فتحين أبواب رزق لناس كتير، العمال رجال ونساء، شيوخ وأطفال. عشان كده أنا اعتبرت إن كل مليم حاخده من القضية دي حرام. خميس أبو سنة نموذج للشاب المناضل الذي كافح منذ الصغر ليصبح رمزاً قدوة، وهو تلبية إيد سيدة كريمة، هي الست ضوية، هذه السيدة القاعدة اللي ربته أحسن تربية، باختصار جعلت منه راجل نفتخر بيه كلنا. ايه اللي انت بتهببه ده؟ انا معلمة؟ ايوه تعال. مال ايدك خرعة كده؟ اتفضل يا معلمة. افردها كده، تخبط عليها كده وتكبسها، تسلك معاك ومزانة فندينا يرضى عنك. ماشي يا حاج، مية مية معلمة. لهم يا رجالة، الوقت أزف. متقلقش يا معلم، بابا واقف. خبطت مع أولاد النوح؟ وهيبقوا جاهزين في الميعاد. 100 فار بيلعبوا في عبي لما بسمع سيرتهم. السوق ياما بيلم يا حاجة، واللي فلوسه حاضرة هو اللي بيشيل. دول ناس سكتهم عوجة ونيتهم وحشة. ملناش فيه، احنا شغلنا نضيف منهم. ومزنع الشعراية، واللي هيفكر انه يقل معانا خلي عينك في وسط راسك، افرش نضرجية ياما عشان تأمن نفسك. حصل يا ست الكل، مش ناقص بس غير دعواتك. بتبارك يا حاجة، ربنا يجعل لك في كل خطوة سلامة. يلا يا رجالة. يلا أبو جمع. أبو سنة هاتها جمايل يا رب. خد بالك منك. نتبارك يا حاجة. Thank you.
قضية أقل ما يقال عنها إنها مهلهلة وبلا أسس، لا أدلة، لا قرائن، لا شهود، مجرد فخ تم نصبه لموكلي من ناس انعدمت ضمائرهم، ناس انتزعت من قلوبهم الرحمة وامتلأت حقد وكراهية. هم دول أعداء النجاح، بل أعداء الوطن. تمام يا فندينا، في ميعادك مظبوط. احنا كل شغلنا مظبوط. هطل طلع البضاعة الأول. وماله طل؟ بس سلم تستلم، مش ده العرف؟ ما أنا عارف، وكمان جاهز، بس أحب أطمن. أطمن وماله؟ ما يضرش. والله زماني غريب. خير. أصلي. حقك يا خميس. أصل يا غريب. أصل يا فندينا. حكومة! خيانة يا خميس، الفلوس كلها راحت. عملتها يا ابن النوح. لازم تهرب يا خميس، الحكومة طبت. أقول لك امشي. اسمع كلام يا خال، روح لأمي. امشي. هتموت يا غريبة. امشي. يلا. قصصك خلص يبقى هتموت. غريب! لا 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 غريب! غريب! ارمي سلاحك يا خميس. غريب! سلاح
لا لا يا خريب يا خريب ما تموتش يا غريب يا غريب ثم إن أهل المجنى عليه ما اتهموش خميس أبو سنة بقتل ابنهم، بل على العكس كل أقوالهم لصالح موكلي، سيما وإن الشهود وتحريات المباحث أفادت إن موكلي لم يكن يقصد قتل المجنى عليه. أما بالنسبة للتهمة الأخرى والخاصة بالإتجار بالمواد المخدرة، فالمعمل الجنائي قد أفاد بسلبية جميع العينات المضبوطة، وده دليل فني ملزم للمحكمة يا فندم. يعني احنا في السليم يا سعادة الرئيس، وشكرا. الحكم يصدر بعد المداولة. رفعت الجلسة. كما بسم الله الرحمن الرحيم. بعد المداولة والاطلاع على أوراق الدعوة ومواد الاتهام وسماع المرافعة، حكمت المحكمة حضوريا على المتهم خميس عنتر أبو سنة وشهرته أفندينا بالسجن 7 سنوات مع مصادرة السلاح المضبوط. رفعت الجلسة. روح يا خير، ما تخليهاش تيجي تزورنا. ما تقلقش يا ابو جمعه، هيعدوا اهو. روح يا ام. مع السلامه يا حبيبي. ريحيني. روح يا ام. مع السلامه يا رب. مع السلامه. مع الله، ده الرجالة كلها هنا برابطة المعلم. رجالة المعلم دهان البران يا معلمي. كل عمره صاحب واجب، ما تفوتوش فوته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحب يا مرحب. جد؟ طول عمرك وادي أصول يا معلم دهان. تسلم يا معلم أبو سنة، ده يوم عيد ولازم كلتنا نفرح ونجاور الأحبة. يا مرحب، اتفضلوا. اتفضل. يا مرحب بالمعلمين، كراسي هنا يا ابني للمعلمين. مرحب يا مرحب. اتفضل يا معلم. هنبص بس على الرجاله يا معلم. يلا روح. يا مرحب يا مرحب. شايبه حليب منه فيه واحلى حجر معسل. انا مزاج ده كوارع. مزاج الخير يا معلم، دي الحته كلها بتضربه. فين الشربات يا كوارع؟ واسقي الحته كلها. انا يا سيد المعلمين. تعيش يا شلوفه، نجملك في الافراح ان شاء الله. الحته كلها لازم تفرح يا معلم، احنا هيجي لنا عز من افندينا. سقع شربات يا كوارع. كلفت نفسك يا معلم دهان، ما كانش له لازمه التعب ده كله. بتقول ايه يا معلم ابو سنه؟ الود ود الكل يجي ويبارك ويهني افندينا.
ليه في كل بيت عربون محبة وفدان جمال. الدنيا من غيره خراب يا معلم أبو سينا. ايوه على قولك يا معلم، كانت أيام عجاف لا تبل ريق ولا تريح بدن، الله لا يعودها أيام. النار ما تحرقش مؤمن يا معلم أبو سينا، وهو العدل بان وقال كلمته وأفندينا خارج للكل. الحمد لله كله تمام يا معلمي، والرجالة مستعدة. واللي هناك جاهزين وفي عرض إشارة منك يا معلم. تعال عايزه أول ما يطل يلاقي الفرحة والبهجة مزوقة المنطقة كلها، عايزه يلاقي الفرحة بترقص قدام كل بيت، عايزه يشوف النور بيلعلط على مدد الشوف، النور اللي اتحرم منه في سنين الظلم اللي عاشها بعيد عننا. هاتها جمايل يا رب. مش احسن من الهباب اللي بيضربوه بره دوت يطير لك نافوخك؟ ما انت شايفه عاملين ازاي؟ فرحانين ياما، ده خميس اغلى رجاله الحته. لا خميس ولا جمعه يا حبيبتي، مالناش فيه، خلينا كده في حالنا ومتدارين كان بالحيطه. اهو ده اللي باخده منك، على طول كده متلبشه ودمك هربان، على ايه كل ده؟ على ايه كل ده يا نن عن امك؟ يا بنتي يا حبيبتي، احنا ولايه، والراجل اللي احنا مسنودين عليه مش حمل صوت طلقه من اللي بيتضربوا بره. اللي زي حالتنا لازم يقفل بقه على لقمته ويكن في حته يتدرى فيها. انا اتاخرت على المعهد يا دوبك اتص وشي. فوتنا. نعم ياما، لسه في موشح منسي؟ الموشح ده يا حبيبه قلبي عشان تحطي عقلك في راسك، لا هو عايزه ولا تخاريف. هو انا بس عملت ايه لكل ده؟ جري يا بت، انت فاكراني نايمه على وداني ولا مغميه عينيا؟ وحتى لو ده حصل هتروحي فين يا حسره؟ ده كلهم كم متر عمي نافدين على بعض، واللي متغطي بحيطان عريان. عايزه تقولي ايه بس ياما؟ صوره المحروس اللي انت مخبياها في دلابك عشان محدش يشوفها، ولا اللي كم هدمه جابهم لك زمان وصغروا عليكي وكل شويه تطلعيهم تشم فيهم زي الافلام؟ كل ده ملوش عوزه، دي حاجه تودي المورستان. انا مش فاهم هو سحرك ولا قاري عليك يا بنتي؟ ده ما خش الهباب اللي هو فيه ما كانتش ضفايرك اتحلت ولا كان عودك اتصاب. حصل ده كله امتى وازاي وليه؟ مكتوب ياما، وده بقى اللي ملناش يد فيه. يا رب يا رب استرها علينا ولا تفضحناش لك لحبيبك النبي. انت يا بيه، انت يا بيه اللي نايم ولا في دماغك كل اللي بيحصل لي؟ يا باشا يا بتاع الحق والعدل، قوم اصحى بقى قوم. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه، ما هو انا العفريت اللي جايبه لك الست الهانم البلسم اللي قاعده بره دي بس علشان تشلني وتنقطني وتخليني اشد في شعري ليل نهار لحد ما هنحب. صباحنا وصباح الملك لله. يلا اديني بقى بالطريحه بتاعتك انت كمان، ما انا اصلي ناقصاك. جرايا يا بشاير بريحه البصل اللي مالكها الصبح دي جراني خلاص، ما بقيتش قادر استحمل. هو انت ايه يا اخي، متجوزني تخليص حق ولا حد مسلطك انت وامك لحد ما تجيبوا عجلي؟ يا رب. بتقول ايه؟ بقول يا رب صبرني. الصبر ذات نفسه لو عاشر الست الوالده اللي قاعده بره دي مش هيستحمل. انا حليها منها ولا من ابنها؟ يا بشاير كفايه بقى، مش كل يوم بنصحى لما والده. انا خلاص اتخنقت وطقت وما عدتش طايق، خلاص اتخنقت يا بشاير اتخنقت. طب انا عندي لك حل كويس قوي هيريحنا احنا الاثنين. انا همضي لك ورق على بياض واتنازل لك عن كل حقوق، بس اعتقوني بقى لوجه الله يا اخي. خلاص امضي الورقه وحطيها في الدولاب، اكيد هنحتاج لها. We'll be right back.
غيروها تاني؟ لا قرروها تاني، الحكومة برا عندي. يا نهار اسود، وانا عندي كمان شغل مهم. شغل مهم ايه؟ بقول لك الحكومة هنا هيشمعوا البنسون وياخدوا البنات. كله يثبت مكانه. يا لهوي، بقول لك هيشمعوا البنات وياخدوا البنسون. الحالات دي جاري نص جدعانة. جدعانة ايه؟ الحالة دي بيبقى جدعانة كلها. هتضيعني يا بطل، تعالى هنا. قدامك. ما انا همشي قدامك، ما انا همشي وراك، ما انا اكيد قدامك. الو الو، محدش بيرد ليه؟ الو يا اختي اوعي. الو. ايه شو؟ ايه يا سيد الناس؟ مين اللي رفع السماعه؟ لا دي البت كرامه. وهي ترد ليه؟ انا عارفه حلاوه تروح بقى. انت موبايلك فين؟ موبايلي؟ ماله يا اخوي؟ ده انا حطاه في صدري. فاصل شحن. احطه في صدري تاني علشان يرجع يشحن. حطيته. وحشتيني. يا راجل بطل، ده انت لسه ناجي. لحقت اوحشك؟ انت ايه؟ ما بتفوتش فرصة؟ طب قولي وصلتوا فين؟ وانا في القسم بيقولوا هيخرجوه من هنا، خليني مستني المحامي، معرفش تاخر ليه. سيبك انت بس من المحامي وخليك معايا انا هنا. وحشتك زي انت ما وحشتيني. طب تيجي نوزن نشوف مين وحش تاني اكتر. يا راجل مش وقته. تيجوا بالسلامه، مستنياك على نار يا روحي. استنى. ايه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. سلم على سلم على لما جبني وسلم على لما انت البعيده. لا مؤاخذه يعني في اللي هقوله، عارفه انك خرصه يا اختي. ما تبصليش قوي كده، هو انا بعيب على خلقه ربنا؟ بتاخدي ديلك في سنانك ليه اول ما المدعوق ده يرن وتقفشيلي في السماعه؟ عايزه تطمني على اسم النبي حرصه؟ عذراكي صراحه، سنين ياما قاعده مستنيه، وده خطر خطر علشان اللي في سنك. مش فاهمه والنعمه ما فاهمه. هبعت لك الكتالوج بتاعك تفهميها وتقولي. شربيه انت يا وليه، يا شربيه. نعم يا شوق يا بنتي، زي ما انت شايفه ايديا مشغوله ورايا شغل متلتل في المطبخ. طز اتفضلي شوفي الهبابه دي. قصدك ست الكرامه عايزه ايه وبقولي لي؟ انت هتجننيني يا بنتي، ما انت فاهماها، هو جديد عليكي؟ ماليش مزاج افهم النهارده، بطلت افهم النهارده، ترجميلي. امر لله. خير يا كرامه يا بنتي؟ في ايه يا حبيبتي؟ عايزه تعرف هما جايين امتى. راحوا يجيبوه من الاسم. اتهدي اهبطي وسلم على. اوعي من وشي. لما جبلني سلم على. ربنا يهدك يا مفكوكه. لما جبلني سلم على يا اختي. والنبي قمر، والنبي انت احلى مني. I'm
تقطع بينا. اتفضل شاي. الود بين الاحبه موصول يا شاويش محمد. طمني، ابنك اتعين في الداخليه ولا لسه؟ البركه في دعوات الحاجه. دعوات الحاجه برضو؟ وانت يا كبرنا حلوين. الله حلوين 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 حلوين. اي حاجه يحتاجها تجيلي نعناية جوز. بقولك ايه يا كبرنا، الفلوس دي كانت متشالالك في الامانات، وانا قلت اجيبها لك بنفسي لحسن يقلبوها لك وهم بيسلموك الحاجة. انا عارف ان انت طول عمرك نزيه ومش هتسأل في المواضيع اللي زي دي. اتفضل يا كبير. الفلوس دي خليكوا رجال زي ما انتوا زي ما انتوا زي ما انتوا. الفلوس دي يا شاويش محمد للرجالة هنا، لكل الرجالة، واي حاجة يحتاجوها اي حاجة رقبتي سدادة. اصل يا كبير وكل شهر هيوصلك زيهم. طول عمرك كبرنا يا فندينا. حلوين 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 مبور 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 يا فندم. تمام. لا دي حركة حركة حلوين 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 حلوين. خد يا مغاوي. العفو يا باشا. خد يا تسلم يا باشا. الله قول لي يا مغاوي هو امورنا يا باشا. ايه حكاية الحباية اللي انا لقيتها في جيبك امبارح؟ حباية؟ حباية ايه يا باشا؟ بجد انا مش عاوز اهزيك. انا عاوز اهزيك بجد. كنت طلعت الحباية دي من جيبك في وسط الاسم امبارح وفرجت عليك اللي يسوى ما يسواش. لكن انا عديتها بمزاجي. صح يا باشا. انا هقول لسعادتك. بص يا باشا، انا الاسبوع اللي فات ده كله ما نمتش فيه غير ساعتين، وبعدين سعادتك عارف بقى هم البيت ودوشه العيال، وبعدين الواحد لو غفل نص ساعه يروح في 60 ده يا باشا، ما سعادتك فاهم. فنص حبايه من ديت بتخلي الواحد يبقى مركز كده يعني يا باشا. حتى الحكومه بتضرب، ما حدش من الهم خاله يا باشا. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه عفريت؟ هي كلمة ملهاش اخت. شيلي كرامة من نفوخك ولمي لتك جوه حنكك وضفري لسانك بعقدة وشنيطة. انتي مرات اخوي وهي مرات ابني، وعايشين مع بعض تحت سقف واحد في بيت ملوش غير ست واحدة بس، انا ضاوية ابو سنة. خش يا كرامة، حبي على راسها يا شوق. لم نفسك كده وانت واقفه تصرصري، هتغرقي البيت. افتحي الباب. متاخذنيش يا خال، للضروره احكام. ده اسمه كلام برضه يا بدران؟ ايه اللي اخرك كده؟ ده انا قلت حاجه ليك هنا. اصلا انا كنت بادي واجب انساني لابد منه. انساني؟ انساني وقطع عنواني. ده يوم تتاخر فيه برضك، ده احنا مستنيين اليوم ده فارغ الصبر. ما تقلقش يا خال ما تقلقش. ما تقلقش ده ايه؟ الضابط اللي جوه بيقول انه هيخرج من هنا. ضابط ايه بس؟ اتقل. دفعه. اهلا يا متر، تحت امرك. راح فين ابن المدسوعه ده؟ اكيد بيقلب عيشه يا خال. عايزك تعرف لي خط سير المعلم خميس افندينا، وتعرف لي كمان ايه اخبار كشف المدليه. خميس افندينا مين؟ افندينا اكبر تاجر مخدرات اللي حبسوه ظلم يا ولده. هما مش هيخرجوه من هنا برضك؟ لا، ما هو لازم ياخدوه الاول على المدليه عشان يكشفوا عليه، يعني يشوفوا عليه احكام تانية ولا لا.
كبر كله كلام فاضي. وعلى ايه ده كله؟ مش كفايه 7 سنين ظلم وافتراء؟ خلاص يا خال، الناس ما بقاش في قلبها رحمك. لا مؤاخذه يا خال، ثانيه واحده، فين ابن الملسوعه ده تاني؟ اكيد برضه بيقلب عيشه يا خال. ما تعزم على حصول بسجاير ولا حاجه؟ اه ماي حاضر. ايوه مستني. ايوه معاك معاك سيجاره. مش رابش في الخدمه يعني؟ ال 20 جنيه هم اللي في الخدمه؟ طب اسمعي، مسي على الصلب شير بالشريط من اللي معاك، ورش رشه حلوه على اللي حواليك برضه. اه هي كام ساعه بس اخلص المصلحه اللي انا فيها دي، وبعدها اجي لكم جري عشان اخرجكم. يا البلد سايبه، بلد فيها قانون. واجب انساني برضك؟ لابد منه. هات يا جمال يا رب. يا ست كرامة، معقولة كل الخبط ده ومش سامعة؟ يا بنتي وحشك. ها بتحبيه قوي قوي بالشكل ده؟ ان شاء الله هيرجع بيته ويدفى فرشته ويغسل عينيه بطلتك الحلوه من تراب السجن. قول يا رب. مش انا قلت لك الست ضوي هتاخد لك حقك تالت ومتلت؟ ما انت عارفاها بتشيب العيل في بطن امه، وبعدين هي اصلا مستحلفه لتلف لسانها حوالين رقبتها وتحزمها بيه وترقصها في نار جهنم ان شاء الله عشان يحرم يلدغ زي العقرب كده في البشر. عتب على عتب. سبارس سبارس يا كده افتكرت يا معلم. انت مش كنت خرجت ورجعت وانا ليه بطفى غيره؟ يا دي انت ايه جاحد؟ عيالك ما بيوحشوكش؟ يا رب اسمه كريم. ده كريم يا رب، هو احسن برضه يتربوا بعيد عنك، دي خلقه تربي نشأة. وعلى فين العزم ان شاء الله؟ لا ده لفه طويله، ايش مخدرات وايش ابن عام وبين عنان اللي هكون هربت الفلوس بره البلد. ده انت جاي منوعات بقى. اه طب خد امسك، خلي دي معاك. لا خيرك 7 سنين معلمين. ياد رزق ياد، مكتوب لك ياد، خد ياد ما تقطعش. طول عمرك حنايه يا سيدي المعلمين. والدنيا بره عامله ايه يا سبارس؟ ملطاشه يا سيدي المعلمين، والناس بقت مع الشقف بعضيهم ومحدش فاهم حاجه خالص، واصعب حاجه اني ما عادش في المزاج. ايه الدنيا بقت صعبه؟ خد امسك، انا هطيب لك مزاجك. لا لا ايه ده، عدوي واخناتون مفيش حاجه، مفيش حد غريب. خد ياد. الله، اي صنف ده يا معلم؟ صنف ايه يعني؟ مزاج الخير طبعا، وفي غيره؟ مهما الدنيا تتغير لا يمكن يتغير ولا ريحته ولا لونه ولا ميزانه. طول عمرك على اديب وسيد المعلمين. يلا يا حنان. يتوب علينا ربنا. ادي ساعتك، وادي سلسلتك، وادي خواتمك، وادي يا سيدي مفاتيحك، وادي محفظتك. الله، مين دي يا فندينا؟ طمانة. مراتك؟ مراتي ايه؟ في حد بيشيل صورة مراته برضه يا شويش؟ على قولك، ده ايه مفال عفش؟ بقول لك ايه؟ أنا اديني فلوس لسويش محمد، وكده يبقى أمان يا فندينا. وصلت وصلت.
شوف كريم، ما بتنساش حد ابدا يا فندينا. ده رزق ويروح لاصحابه، هي دي الاسمة. بالحضن بالحضن يرجع رجال. هتوحشونا رجاله، يتوب علينا ربنا. اوعى تقول لي انك جاي تودعه. اسر يا منصور، انت في طار بايت بينك وبين خميس افندينا. لو انت سادة يا فندم، ده ادمان اكتر منه طار. طب وعليه يا سيدي ده كله؟ اللي زي ده مولود منه كتير. اللي زيه تخاف منه، لكن غيره بنعرف نجيبهم بسهوله. الدنيا مليانه بلاوي، والبلاوي مفيش اكتر منه، زي الرز. بس السوس بياكل فيه، انما ده رز ابيض متساوي على البخار، يعني تشم ريحته قبل ما تشوفه. ده انت معجب بيه قوي. افندينا لو قريت ملفه اكتر من 100 مره مش هتعرف تخرج منه بجمله واحده مفيده. واحد كان بينه وبين حبل المشنقه مفيش، وفجاه وبقدره قادر ينزل الحكم 7 سنين. مش هتعرض محام وحظ متهم. هو ده اللي خلاك تسيب كل حاجه وتيجي وراه لغايه هنا. في ريحه خطر يا فندم بيهدد خميس، خصوصا ان نوح ما اتهموش، يعني في تربايت. ده غير ان نوح استولى على البيت ورجع اهله تاني لشغل الشارع والشغل الشعبي والقطاعي، ودي فرصه يا فندم نلم الغله ونخلص من كل الوغش ده مره واحده. تمام يا فندم، خميس خلص الاجراءات وخرج. افندينا خرج يا